مشاهدي قناة قراري للإنتاج، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. معكم خرز عبد القادر اللي هو مقدم برنامج و من أصدقاء ومن الأقارب ديال السيد إلياس قراري. إلياس قراري معنا اليوم، حنا اليوم في المحل ديالو ديال الإنتاج السينمائي والفني، وحنا ضيوف عنده اليوم. واليوم غادي يهضر معنا السي إلياس على حياته المهنية وحياته الخاصة والتاريخ ديالو. السي إلياس القراري مرحبا بينا عندك، ربما مرحبا بينا عندك أحسن، لأن حنا عندك ضياف. السي إلياس القراري هضر لنا على هذا المشروع ديالك، المشروع ديال الإنتاج ديالك الفني والسينمائي اليوم، هضر لنا عليه هو الأول. السلام عليكم أخوتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة لهاد الشركة اللي حنا في طور الإنتاج ديالها إن شاء الله في هاد الأيامات الأخرى، هي الفكرة كانت بادية من الأول الصراحة، يعني كان حلم. نعم. هنا تكون عندك واحد تي بواط برودكسيون، يعني ماشي تا شي حاجه اللي نعم. وبدينا الحمد لله في الاول كنا كنتوفروا على كاميرا واحده، كنا كنخرجوا كنصوروا للمغنيين، كنقادوا لهم فيديوهات وكنصوروا لهم لقطات في شارع عام في اي بلاصه. هذه كانت عندك فكره ولا امنيه؟ الصراحه في الاول الفكره بدات فكرة، ولكن عجبتني يعني كملت فيها. نعم. فاش كملت فيها لقيت راسي باني فعلا كنقدر نعطي شي حاجه في الصوره، وتوكلت على الله. موراها جاتني الفكره عاوتاني نبدا في لي فلوغ، يعني باش نهضر مع الناس ونعطيهم كتعريف. شمن سنه بدا هذا الشيء؟ السنه اللي بدا فيها هذا الشيء هو الموهبه، راه بدات في اللاج ديال الصور. صور ولكن كيفاش غنبدا في يوتيوب؟ تقريبا دابا يلاه شي عام ونص هذه باش بديت. فوالا. انا حسب ما ذكرنا كنت هضرت انا وياك بان درتي افلام. دابا عندي ثلاثة الأفلام. واش أفلام قصيرة؟ أفلام قصيرة. نالت شي إعجاب ديال الجمهور؟ عطات شي الحمد لله كاين الفيلم جواب اعتقال. الحمد لله بالنسبة لنسب المشاهدة حصد واحد الرقم اللي هو في المستوى، هو تقريبا 211,000 ديال الفيوز في هاد الطروامو هادي باش دار الفيلم. وكاين فيلم ديال الطيبية، تا هو فيلم قصير، تا هو الحمد لله لقى إقبال عند الناس. وفيلم ديال الأسطورة تا هو الحمد لله لقى إقبال عند الناس. شكون هما الممثلين اللي تيشاركوا في الأفلام؟ واش ممثلين مهنيين أو شباب؟ كاين ممثلين مهنيين، ولكن هذوك الممثلين المهنيين كيجيو كضيف، يعني نعم كيعاونونا كضيوف شرف. ضيوف شرف كيعاونونا وكيصوروا معنا. أما ليكيب اللي كنشتغلوا تقريبا الناس عاديين، يعني ماشي ولاد الدومين، وكنحاولوا أننا نعطيو شي حاجة، يعني كنحاولوا أننا نتعلموا. السي إلياس قراري، رجعوا للتاريخ ديالنا، ماشي التاريخ ديالك بوحدك ولكن التاريخ ديالنا. لما انا كنت كضابط شرطه قضائيه في الشرطه القضائيه، وانت كنتي كشاب كما ايام الطيش ايام خارج على القانون ايام الطيش، هذاك كان طيش منك. انا اللي تنعرف بانك فعلا كنتي شويه عشتي واحد شويه الانحراف واحد الوقت، عرفتي شويه الجريمه، عرفتي هذا عرفتي هذا، ولكن انا عارف انتقل بانه ما كانش الدوافع ديالك هي دوافع ديال الفقر او دوافع، وانما كان دوافع ديال الفشوش، كنتي شويه مفشش. لا لا ماشي حتى لديك الدرجه، وانما نقدر نقول لك انا هذه المساله هذه ما كنناقشهاش، يعني نعم كنقدر نعاود شحال من حاجه عليها، ولكن ما كنناقش هذه المساله هذه. انا الوقت اللي دخلت لهذا العالم هذا ديال نعم. الاجرام وهذا الشيء ديال التبزنيز وهذا، ما انا خديته بحال شي حاجه كندوز فيها وقتي، يعني ما كنتش عندي فيها لي برانسيپ ديالي، يعني ما كنتش كنظلم فيها ولا كنتعدى، وانما ملي كنلقى راسي وسط داك التبزنيز وداك الصداع كنلقى راسي انا شويه كنت مدفاعي، يعني كنت كندباز هذوك الناس اللي كيخرقوا القانون كتلقاني معاهم خارق القانون، ولكن ملي كتجي لحياتي العاديه كتلقاني انسان نورمال حشومي ما تناش عيني في الناس. فوالا، لانه فعلا ان قليل كبحالك اللي مثلا اللي صوب راسو بيدو، كاين الدراري اللي عرفنا لهم الوقت اللي نحرفوا بدقه واحده وما رجعوش هاي وبداو في السجون، دخل خرج. انت الحمد لله اللي كنقدو نقولوا فلتي، دخلتي وخرجتي وفلتي وصحتي راسك وقديتي هذه المسائل ديالك، وكاين واحد المستقبل امامك اللي هو كبير الحمد لله كبير تنشوفوه. وتنشوفوا حسب التاريخ ديالك مع هذا الشيء اللي كاين دابا، كاين واحد الفرق كبير اللي وقع. اعطي شي نصيحه للشباب اللي منحرف الان، شي كلام بغاو يسمعوه، شنو هو السبيل اللي يمكن لك تنبههم ليه، اللي يدوزوا منه، اللي فقدوا الامل وخاصهم يشوفوا غير اللي نقدر نركز عليه انا استاذ؟ هو الانسان يحاول يجلس بوحده في الاول. نعم. الا كان بغى يخرج من هذاك العالم اللي فيه او خرج من الحبس،
او عنده ظروف وتيفكر انه غادي يخرق القانون يجلس بوحده. نعم. ويفكر هو بينه وبين راسه وما يتاثرش بالناس اللي دايرين به. شتي اي واحد الا جلس بوحده غادي يفكر مزيان انه ما يعاودش يمشي للحبس. انا نهار اللي جلس بوحدي بقيت كنراجع نفسي وكنقول علاش درت هادي وعلاش درت هادي، لقيت راسي بعيني من الديبار انا اللي غلط. فوالا فوالا. تنشوف راسي انا اللي غلط، علاش؟ لان اللي حطيت راسي في شي حوايج هما اللي وصلوني لدوك المطبات اللي دخلت فيهم في اعتقالات، تراكموا الاعتقالات وتراكموا المشاكل، لان حاجه فوق حاجه. فوالا. انا المشكل كان عندي مثلا بسيط غيكون عندي مع كاس الخراز، هذاك المشكل اللي انا اللي ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه كيكبر. من تيكبر داك المشكل كتدخل في مسائل اخرى. فوالا، نقول لك واحد القضيه. انا تنقول بان الاجرام هو عدوى تعادي. تعادي. شكون تقول لنا في هذه الهضره هذه؟ كيفاش نقول لك؟ بالنسبه للاجرام. لان قلت بان الواحد خصو يكون في الوحدانيه ويتعزل بوحده، لانه هنا تتاكد المقوله ديال بان الاجرام تعادي. كيفاش غتفسر هذه الهضره ديال واحد تعادي لاخر؟ كيفاش نقول لك؟ الناس كلها ولات كتانسبيرا من اشخاص عندهم مثلا شخصيه قويه، عندهم اسلوب في الحوار، عندهم حده في النقاش مع الناس. يعني كيفاش نقول لك؟ ما عرفتش واش غنجاوب على هذا السؤال. لانه غادي نحاول نعطيك سؤال بطريقه اخرى، انه تلاحظوا بان مثلا الشباب اللي هما دراري ولاد عائله ومربيين، لما تيعاشروا ناس اخرين تيتعادوا بداك الشيء ديالهم. رفقاء السوق. رفقاء السوق. رفقاء ديال السوق، كنت متاكد يا استاذ، هما اللي غيدفعوك الهلاك، هما اللي غيدفعوك الحياه. هنا ترجع الهضره ديك اللي قلتي ديال واحد خصو ينفرد بوحده. لا لا، نعم. بوحدك ما دير حتى شي حاجه وما تفكرش دير شي حاجه. الا تفكر كيفاش تنجح في حياتك. فوالا. انا المشكل ديالي هو انني كنت ديما وسط الناس، ديما وسط التاثير، ديما وسط المشاكل، ديما كنعيش في ذاك التاثير ديال المشاكل اللي عندي في الدار. نخرج الزنقه تلقى المشاكل والتاثير ديال اصحابك وقلت شي، كتولي اي حاجه كتقدر تقبل بها، يعني تقدر تولي خايب في ديك اللحظه. اللي انت باغي تثبت شي حاجه ولا باغي تخدم ولا باغي دير شي حاجه، تقدر تخرق القانون ديك اللحظه اللي انت محتاج. فوالا، ماشي ما كاين تاثير، مثلا تكونش تاثير بافراد اخرين مثلا الدري تتاثر. لا شوف، انا نقول لك الانسان ما تقنعوش باش انه يدخل معك الجريمه، وانما تحببوا فيها. فوالا، تحببوا فيها. فوالا، شنو بغيتي؟ تقول له انا لي زافونتاج اللي عندي وانا كندير الجريمه، باش انت كتوكل لي تفكر فيها، باش انت تبغيها باش تتباع. فوالا. يعني ما كيجيش دابا ما لان تيبين غير ذاك الشخص الاخر، تيبين لي غير الحاجه الايجابيه من الجريمه ماشي السلبيه. بطبيعه الحال. لان ملي قلت لك انا كيحببوا الجريمه، يعني ملي كيجي واحد بزناس تيجلس مع واحد يلاه تيفكر انه باغي يدير شي حاجه، تيقول له تنصور قدا وقدا وكتبقى لي قدا وقدا وكلشي ربح وعايش بخير وتنفيق معايا شنو ما بغيت. تيقول ويلي. فوالا. واش انا كنفكر غنخدم غنمشي ندير شي حاجه وغنصور هذا الشيء، وهو راه في 5 دقائق كيصور هذا الشيء كامل. يعني اوتوماتيكمون تيمشي كيقلب كيتعلم كيفاش هو يدخل للدومين. انت انا راه كبيت السابق. إلي تقول لي في صغرو خدم شي خدمات، خدم شي اعمال اللي كانت. شنو الاعمال اللي خدمتي؟ كنت صغير خدمت اول مره سربيت واحد القهوه في لاكار صغير. نعم. الصيف خدمت فيها تقريبا شي شهرين. موراها خدمت في واحد المطعم. موراها ما نكذبش عليك، وقعوا لي شي مشاكل مع الاب ديالي، ما بقيتش متفاهم انا وياه وما بقيتش باغي نخدم. وحيت طلبته باش نخدم في شمان فير، وما ما عرفتش كيفاش نقول لك، هو ما تاقش فيا بداك اللاج. انا باغي نخدم وباغي نعتمد على راسي، لان حبست القرايه ديالي بكري. نعم. وفاش مشيت باش نخدم ما ساعدونيش، تما انا بديت كنخرج للزنقه. يعني المشكل كيفاش بدا، اقسم بالله العلي العظيم، هذا الدراما قلتها حتى شي واحد، غادي نقولها لك انت اليوم. انا في الاول فاش بديت راه كنت كنمشي، راه هادشي اللي قلت لك راه فعلا وقع لي انا مع واحد كان تيبيع الحشيش. كنت كنمشي كنجلس معاه، هو كبير شويه عليا في اللاج، كنجلس معاه وكنشوفو كيفاش كيبيع الحشيش وهادي وهادي، تنقول وريني كيفاش. ملي تنخرج معاه كيعطيني طريف، تنبقى غادي معاه في الطريق وانا اللي كنبيع باش نصيد ديك 20 درهم 30 درهم ونجيبها في جيبي وندخل للدار. هكا بدات 50 درهم ديال الحشيش، ربح فيها 20 درهم 30 درهم، وليت كناخذ 25 غرام، وليت كناخذ 50 غرام ديال الحشيش، شي وليت كناخذ 2 كيلو 3، شويه حتى وليت باغي. ولكن من بعد الحوايج عرفهم عليك هنا في الفعلات ديالك، الا ما نقولوش الجرائم ديالك، في الفعلات ديالك كنتي تتكريسي مارين الحشيش. كنتي معروف عليك بانك كنت تقلب عليهم تاخذ لهم الحشيش ديالهم، تاخذ لهم المخدرات ديالهم. حيت ما نكذبش عليك انا كيفاش انا كنت تمشي للغابه ومشينا الطرقان ديالهم، كتلقاو في الطرقان اللي هما اكثر من هكاك. نعم. زعما بالنسبه لي انا هذه المساله هذيك ما نكذبش عليك، كنت ناخذها بحال شي هوايه. يعني كانت تعجبني هذه المساله هذه، علاش؟ لان تنشوف هذوك الناس لا حرج عليهم انك تدي لهم رزقهم. علاش تقول زعما يتسهلوا؟ تقول صافي، يعني انت باغي غير الفلوس، انت ما باغيش، ولا انت لا غتاخذ له المخدرات ديالو. الا كنتي كتستهلكها راه غتستهلكها، ما كنتيش كتستهلكها راه ما غاديش، ما عندها باش تنفعك.
يعني انا في الوقت اللي كنت كنمشي انا كندير بزناز كنديرو داكشي اللي عنده وتنقول له سير بحال هكا ما تعاودش يخدم مراه يعني كديرو كلشي. واحد القضيه بغيتك تعاودها وهذه مهمه، عاود لينا على ديك لاسين داك الشيء اللي مات وديك الدخله الاولى ديالك ديال الحبس. انا بغيت هاد نوصلها للشباب ديال اليوم، ديك الدخله الاولى اللي قليل اللي عارف هذيك الدخله الاولى وانت ما عارفش الحبس، عمرك ما شفتي الحبس. صعيبة الدخله الاولى سابقه لو كانت